بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وحبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون. صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية الكريمة نحاول إن شاء الله هذه الليلة أن نصلح فد فكر وأطروحة مغلوطة للأسف بدأوا يتحدثون بها. هسه اللي يتناولها ببراءة أو غير براءة، إحنا من خلال ما ينسجم مع القرآن نحاول أن نقيم هذه الأطروحة من خلال نفس القرآن. هذا الفكر الخطأ شنو؟ هذا الفكر الخطأ اللي للأسف أكو بعضهم يقول أنت ما دام تحب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد خلاص مصيرك إلى الجنة، وما راح يكون يعيقك أي شيء ولا يضرك أي شيء ما دام أنت تحب علي بن أبي طالب. وهذا الطرح يا أخوان، هاي الآية القرآنية ما توافق على هالطرح. وكذلك إن شاء الله نذكر أنه هذا الفكر الغير صحيح والتفسير الغير صحيح للأحاديث اللي استغلوها، خلي نقول أنه حتى يروجون الفكر هم هذا، نقدها وصلح الفهم بيها حتى الإمام الصادق عليه السلام. فلذلك لاحظوا الآية شو تقول بداية، حتى أذكر لكم حديث وندخل في علاج القضية. القرآن يقول لي يتصورون ذول اللي يتصورون هؤلاء اللي ما عنده مانع أن يقتحم المعاصي، أي معصية، يبوق يكذب يأخذ رشوة يهين أبوه يهين أمه يتخلف عن صلاته يتخلف عن صيامه. هذول يتصورون ذول المنهمكين بالمعصية اللي ما عنده مانع يقتحم أي معصية، يتصورون ذولا أن نتعامل وياهم مثل ما نتعامل ويا الشخص اللي آمن، يعني عقيدة صحيحة وواضحة وعمل صالحا، يعني وقدم الأعمال الطيبة، نعامل هذولا مثل هذولا. يعلق القرآن يقول ساء ما يحكمون، حكم سيء هذا اللي يحكم، أنه إحنا راح نعامل هذا الإنسان اللي
ما متقيد، أي معصية ممكن يقتحمها نعامل هذا مثل ما نعامل أهل الإيمان والعمل الصالح ساء ما يحكمون. لاحظوا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، ذول اللي اجترحوا السيئات يعني يقتحمون المعاصي ما يتقيدون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. حياة هذول اللي هم مقتحمين المعاصي وما يتردد أنه أي معصية يسويها، حياة ذولا نفس حياة ذولا اللي آمنوا وعملوا الصالحات أبدا. ممات وما بعد الممات هذولا وهذولا نفس الشيء ساء ما يحكمون. خلينا ناخذ كيف عالج الإمام الصادق والمشكلة لا تتصورها وليدة هذا الزمان اللي أنا وياك بي، يجون يخدعون أنفسهم ويخدعون الناس أنه يلا أنت ما دام تحب علي بن أبي طالب كل شي طايح لك براحتك، شي تريد تسوي سوي. هذا الكلام بالله عليكم تعالوا نشوفه ويا هاي الآية، خلينا ناخذ موقف الإمام الصادق عليه السلام، لأنه هذه الدعوة إغراء بالباطل، معناتها أنه هذا جاي يفتح له المجال أن يروح تم أي معصية يسوي، أي تجاوز يرتكبه. فأرجوكم إذا تقدرون راح أنقل لكم موقفين للإمام الصادق، مضمون الحديث نفسه، لكن أريد تسجلون ردة فعل الإمام الصادق بأذهانكم، وتنبهون أي واحد ممكن أنه هو مخدوع بهيجي أطروحة غلط. الله يرعاك. واحد يقول يروي أنه اجيت للإمام الصادق عليه السلام، سألت قلت له يروون عن أبيك، يعني عن الإمام الباقر، يروون عن أبيك أنه قال إذا عرفت فاعمل ما شئت. إذا عرفت يعني شنو؟ يعني إذا عرفت العقيدة الصحيحة، إذا عرفت العقيدة الصحيحة. رواية عنه أنه إمام أبوك الباقر عليه السلام قايل إذا عرفت فاعمل ما شئت، زين مو زين لا تخاف ما دام أنت عرفت العقيدة الصحيحة. هيك فهمها السائل، وعلق السائل ويا الحديث بهذه التعليقة. شبابنا الأعزاء، نور عيني وكل من يبلغه صوتنا، وهذا اللي جاي يسأل قال له وقد استح وكم استحلوا بها من حرمة. اجوا أخذوا هذا الحديث وقاموا يقتحمون على المحرمات، يقول خلاص بعد ما دام إذا عرفت فافعل ما شئت، بدوا بسبب هذا الفهم وهذا الحديث بهذا الفهم يقتحمون المعاصي. فكم استحلوا من حرمة بها بهذه الكلمة. تقدر تحفظ هذه العبارة تعليقة الإمام الصادق على هذا الفهم؟ هسه ذولا جهلة أو متعمدين يردون الناس ليس يسلكون الطريق الصحيح. شوف ايش علق الإمام الصادق، قال ما لهم لعنهم الله، ما لهم لعنهم الله، إنما قال أبي من إنما قال أبي إذا عرفت فافعل فاعمل ما شئت فهو مقبول، يعني من خير. أبويا قال فاعمل ما شئت من خير يقبل منك، هذا اللي قاله، من خير يقبل منك اللي قاله الإمام الباقر سلام الله عليه. ملاحظين الإمام إيش قال؟ ما لهم لعنهم الله. أهل هذا الفهم أو هذا الأطروحة، هاي ردة فعل رقم واحد من الإمام الصادق سلام الله عليه. مرة ثانية سألوه إليه بموقف آخر، إجا واحد سأله هالسؤال نفس هذا الحديث، قال له يا ابن رسول الله نقلوا إلنا حديث عنك أنه أنت قايل هيجي
اجيت اتاكد ان هاي الكلمه انت قلتها لو ما قلتها. قال له شنو هذا القول؟ قال له الامام الصادق. فقال له للامام سلام الله عليه، قال له انه انت قلت يا ابن رسول الله اذا عرفت فاعمل ما شئت. اذا عندك عقيده صحيحه بعد شو تريد تسوي سوي، على اساس هيك قايل انت، انت قايل هذا الحكي اذا عرفت فاعمل ما شئت. قال له الامام الصادق نعم قلت ذلك، ايه انا قلت هاي الحكايه. الله يرعاكم الدور اللي يسال شوف فهمه. قال له سيدي وان زنوا وان سرقوا وان شربوا الخمر، يعني هذا اللي فهم العقيده الصحيحه نعوذ بالله، لانه عرف العقيده الصحيحه ارتكب الزنا وشرب الخمر وسرق مجرد لانه عرف الحقيقه هاي هي. قال له يا ابن رسول الله وان زنوا وان سرقوا وان شربوا الخمر، اسمع ردة الفعل الثانيه جزاك الله خير من الامام الصادق اعزائي. الامام قال انا لله وانا اليه راجعون. شو وقت عاده احنا نقول انا لله وانا اليه راجعون؟ شو يقول القران؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة، يعني هاي مصيبة أنه يفهمون. قال إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما أنصفونا إذ أخذنا بالعمل ووضع عنهم. خلونا نفهم هالكلمة، ها أول مرة من قال إنا لله، يعني هاي مصيبة، هذا الفهم، هذا الفهم مصيبة. إنا لله ما لهم لعنهم الله، القرآن يقول بالآية بالأخير ساء ما يحكمون. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما أنصفونا إذ أخذنا بالعمل ووضع عنهم، يعني شنو أخذنا بالعمل ووضع عنهم؟ يقول ذولا اللي يقولون ما دامت تعرفت بعد روح شو تسوي سوي، يعني إحنا يعني هم الأئمة إحنا كون يكون عندنا عبادة وتقرب وأعمال صالحة وأعمال طيبة، اللي هم الأئمة مطالبين بالأعمال وذولاك أتباع الأئمة، ذولاك طايح عنهم العمل، حكم إيش هذا؟ أعيد الكلمة حتى إن شاء الله تصير واضحة عندك، ها؟ فقال له إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما أنصفونا إذ أخذنا بالعمل. إحنا مطلوب من عندنا أنه نلتزم بالعبادات والأعمال الصالحة والطيبة، ووضع عنهم وهم طايح لهم. وإنما قلت كلمتي هذه كانت وإنما قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت من الخير القليل والكثير فإنه يقبل منك. هذا على عمل الخير. لذلك أعزائي ذولا ايش يردون؟ يعني واحد يشعر أنه هؤلاء خلفيات كلامهم، ما ورائيات كلامهم، يردون يسخفون الدين، معناته أنه يا باللي يلتزم والما يلتزم نفس الشيء. وبالمناسبة خلي أنقول لك حديث هم من صحيح البخاري، يعني أيضا هذا الحديث هم إذا يردون يوظفوا توظيف غلط هم القضية سلبية. هذه أنقول لك هذه الرواية من صحيح البخاري، وأعطيك المصدر والصفحة جزء 7 من صحيح البخاري صفحة 43 جزء 7 صفحة 43. اسمع الحديث وشوف إذا يجون يفسروا هذا التفسير الباطل، هذه الأطروحة الغلط اللي ينقدها القرآن، القرآن ما يقبل هذا التفسير. اسمع الحديث، الحديث عن أبي ذر في صحيح البخاري جزء 7 صفحة 43. قل أبو ذر رضوان الله تبارك وتعالى عليه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فكان نائما وعليه ثوب أبيض. من شفت نائم طلعت، ثم استيقظ ف
فدخلت عليه. لما قعد من النوم دخلت، سمعته قال: ما من عبد، سمعوا الكلمة زينة أعزائي والحوار، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا ودخل الجنة. أرجوكم تأملوا الحديث زين. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا ودخل الجنة. أبو ذر سمع هذا الحكي، شبابنا أعزائنا، أبو ذر سمع هذا الحكي والمصدر طيتك إياه. قال له: يا رسول الله، وإن زنوا وإن سرقوا؟ يعني مجرد أنه مات، هو على ما مات يقول لا إله إلا الله، لكن في حياته ارتكب هل الزنا والسرقة، وإن زنوا وإن سرقوا؟ قال: وإن زنوا وإن سرقوا. أبو ذر صارت صعبة عليه، عاد السؤال: وإن زنوا وإن سرقوا؟ قال له رسول الله: وإن زنوا وإن سرقوا. عاد أبو ذر السؤال مرة ثالثة: وإن زنوا، ثقيلة هاي، وإن زنوا وإن سرقوا؟ قال له رسول الله: وإن زنوا وإن سرقوا على رغم أنف أبي ذر. بالله عليكم، بالله عليكم، اللي يريد يوظف هذا الحديث، لاحظوا ها، اللي يريد يوظف هذا الحديث، هاك تفضل، من يقول لا إله إلا الله بعد خلص يروح للجنة حتى لو وإن فعل هذه المنكرات. من يريد يوظف واحد هذا الحديث، القرآن ما يسمح له. القرآن هاي الآية اللي هي مورد حديثنا يا أخوان، القرآن ما يسمح له أن يوظف الحديث هذا التوظيف وهذا التفسير. يصيح القرآن بعلو صوته: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فإذا معناته شنو هذا؟ معناته الحديث هذا يحمل على أنه ما دام يموت هو ثابت على لا إله إلا الله بصدق، هذا اللي ثابت صدق على لا إله إلا الله حقيقة، بالتالي يتوب يصلح الموقف، مو يموت على هذه. وإلا يا أخوان ترى هذا معناتها إغراء بالباطل، نعوذ بالله، كأنه يشجعون هذا الإنسان العاصي: روح فوت، شو تريد تسوي سوي، هاي هي، ما دامت تقول لا إله إلا الله، أو ما دامت تحب علي بن أبي طالب. كلام القرآن ما يوافق عليه أعزائي. القرآن يقول اللي يرتكب الذنوب وما عنده مانع يقتحم الذنوب، هذا لا يتصور نعامل مثل من عامل هذول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أكو فد نقطة حلوة بالآية أريد تلتفتولها، وحتى إن شاء الله يكون صفاء ذهني عندكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا يريد القرآن يسوي مقابلة بين اجترحوا السيئات، اللي ذولا مقابل أعزائي، مقابل من اجترحوا السيئات منو يصيرون المفروض؟ مقابل اللي يقتحمون المعاصي بدون تردد يصيروا قبالهم من لا يقتحمون المعاصي. القرآن ما قابل بين هالعنوانين، ليش؟ أعيد الآية، السؤال التفتوا له هواية مهم هذا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هيجي قال القرآن، ما قال القرآن أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين لم يجترحوا السيئات، هيجي ما قال القرآن. هذه هواية مهمة. معناتها شنو؟ معناتها القرآن يقول ترى مو كل، حتى اللي يعوف المعاصي،
حتى اللي ما يرتكب المعاصي إذا ما عنده إيمان ترك للمعاصي ما راح ينفعه. ركيزة أن واحد يتجنب المعاصي ويعمل بالصالحات لابد أن يكون آمنوا، هاي نقطة مهمة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن بين من اجترح وبين من آمن وعمل صالحا، أعزائي جناحي الفوز والنجاة الإيمان والعمل الصالح. الإمام الصادق سلام الله عليه شلون ربى هذا في نفوس بعض، هاي الحادثة تأملوها، الحادثة شقد ما مهمة، يروينا إياها الإمام العسكري عليه السلام عن أبو الإمام الهادي عليه السلام، عن أبو الإمام الجواد عليه السلام، عن أبو الإمام الرضا عليه السلام، عن أبو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يروينا هاي الحادثة حادثة حلوة وجميلة وبيها فد معنى رائع. يقول الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، الإمام الصادق كان بقافلة سفر، التفت للقافلة وهم أثناء الطريق هم بعد بالصحراء، دار وجه الإمام الصادق للي وياه بالقافلة قال لهم هس بعد شوية راح يتعرضون سلابة بارقة يكونون في طريقنا، قطاع طرق هسه راح يجون، قال لهم الإمام الصادق حذرهم. الإمام من قال لهم أنه ذولا سلابة راح يجون، باوع شاف ذولا وبين عليهم الخوف بشكل شديد، خافوا، رد سألهم الإمام الصادق ليش خايفين ليش خفتوا؟ قالوا يا ابن رسول الله احنا عندنا أموال طائلة ويانا، احنا جايبين أموال هواي، احنا جايين على مود تجارة، نشتري بضائع وناخذ بضائع ونجيب بضائع، فويانا فلوس هواي يا أحبائي. فقالوا شلون هسه ياخذوهن؟ فش قالوا الجماعة؟ قالوا للإمام الصادق يا ابن رسول الله شنو رأيك أنه إحنا هاي الأموال نخليها يمك، هذول يجون لعله يحترموك يستحون من عندك فيعوفون هاي الأموال لأنه الأموال عندك، فشنو رأيك؟ الإمام الصادق عليه السلام قال لعله أنتم تخلون فلوسكم عندي، يجوز هم جايين قصدهم أنا بالذات جايين لي أنا، فبالتالي يأخذون أموالكم. واحد أو لا، إذا خليتوا أموالكم عندي وإجوا شافوا الأموال عندي ممكن يقتلوني يتلفوني حتى يأخذون الأموال، هذه هم مو صحيحة. فقالوا ماذا نصنع يا ابن رسول الله؟ إذا ندفنها هسا رأسا نحفرنا ما دام بعدهم ما جايين وما واصلين ومو قريبين وما يشوفونا، نحفرنا فد حفرة ونخلي أموالنا بيها، ومن يرحون احنا نجي نطلعهن مرة ثانية، شنو رأيك؟ قال لهم الإمام الصادق انتوا إذا حفرتوا حفرة وضميتوا هنا بهاي الحفرة، هاي الحفرة أولا ممكن تضيعون مكان هاي الحفرة وتروح منكم أموالكم، واحد. اثنين، إلى أن ذولا يرحون وتأمنون منهم ممكن يجي واحد يحفر بهذا المكان ويأخذ أموالكم. قالوا إذن شو نسوي يا ابن رسول الله؟ هاي الحلول عندنا خلصت، شنو اللي نسوي؟ شوفوا شلون تعزيز الإيمان والدفع إلى العمل الصالح من إمامنا الصادق أعزائي، كيف يربي فيهم الثقة بالله وتقديم العمل الصالح. قال لهم الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لهم أكو واحد إذا تخلوهن أمانة عنده، أكو واحد إذا تخلوهن أمانة عنده هم يحفظهن إلكم، هم يبارك بيهن، هم ينميهن، ويعوضكم لأنكم خليتوهن أمانة عنده، يعوضكم تعويض أكبر من الدنيا وما فيها، يعوضكم لهالدرجة تعويض عالي، ويحفظها إلكم
ويدفعها إليكم في ساعة أحوج ما تكونوا إليها، أكثر ساعة محتاجين يعطيكم إياه. قالوا من هذا الواحد؟ من هذا الواحد اللي كل هذه الإمكانات يوفرها؟ فقال لهم الإمام الصادق رب العالمين، خلوها أمانة عند رب العالمين. خلوها أمانة عند رب العالمين، شلون؟ شلون احنا نخليها أمانة عند رب العالمين؟ يا أعزائي، يا من يحسن الظن بالإمام الصادق عليه السلام، فشلون نخليه عند رب العالمين؟ قالهم الإمام الصادق الطريقة اللي تأمنوها عند رب العالمين، الآن إنووا وقرروا أن تدفعوا ثلث أموالكم صدقة لمساكين المسلمين. قرروا ثلث، ايش قد عندكم؟ كل واحد ثلث أموال. قرروا ثلث أموالكم صدقة لمساكين المسلمين. قالوا يا ابن رسول الله احنا كل احنا أثرياء، كل احنا تجار، وين هم المساكين بهاي الساعة حتى احنا نعطيهم الصدقة؟ قالهم الإمام الصادق بس قرروا بعد ذلك الطول، الآن أخذوا هذا القرار، قرروا على أنفسكم وبعدين وزعوا. قالوا قررنا أنه فعلا ندفع ثلثها إلى فقراء ومساكين المسلمين. خلاص خليكم على حالكم، هم وجاي يمشون وكملوا هذا الحوار. يا مؤمنين، لما كملوا هذا الحوار شوفوا الإمام الصادق شلون نمى هذه عندهم. يؤمنون بالغيب، القرآن يمدح المؤمنين شوية، وإذا صدق بينوا ذول القطاع الطرق سيوفهم البارقة، سيوفهم تلمع، وجوه ملؤها الشر. إجوا الإمام الصادق شاف ذولا صار عندهم خوف، التجار ردوا خافوا. قال لهم الإمام الصادق أعزائي، هذا تعزيز الإيمان والثقة بالله. داروج الإمام الصادق إلهم قال لهم ما لكم خفتم؟ ألم تودعوا أموالكم عند رب العالمين؟ مؤمنتوها عند رب العالمين، بعد ايش خايفين؟ اطمئنوا. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه بهاي الرواية أعزائي، وإذا الذول شافوهم القطاع الطرق لما وصلوا قريبين الهاي القافلة اللي بيها الإمام الصادق، ما ظلوا راكبين على جيادهم، نزلوا من على جيادهم وسيوفهم في غمدها، اجوا بكل أدب للإمام الصادق عليه السلام، اجوا للإمام الصادق، قبلوا إيد الإمام الصادق سلام الله عليه، وقالوا له يا ابن رسول الله، رأينا جدك رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا وأمرنا أن نكون في خدمتك وأن نكون في حراستك وحراسة من معك. جاوبهم الإمام الصادق إن من كفانا منكم قادر على أن يكفينا من غيركم. اللي الله جل وعلا اللي كفانا شركم يقدر أن يكفينا شر الآخرين. وقالهم لا، انسحبوا وكملوا مسيرهم. الرواية تقول أعزائي هؤلاء فعلا لما وصلوا المدينة أخرى أخذوا ثلث أموالهم وزعوها على الفقراء والمساكين، ومن تاجروا تجارتهم ربحت 10 أضعاف. التجارة اللي تاجروها ربحت 10 أضعاف. فإجوا قالوا للإمام الصادق، قالوا ما أعظم بركة الصادق علينا عليه السلام، علق إمامي وإمامك الصادق بهذه التعليقة يا أعزائي، أنه الإيمان والعمل الصالح أعزائي ذني في الحياة. شوفوا الآن هذه بالحياة شلون الله جل وعلا طاهم هذه، حرسهم من ذول الأشرار. من يقول القرآن سواء محياهم ومماتهم، حياة ذولا وحياة ذولا نفس الشيء، ممات ذولا وممات ذولا نفس الشيء أبدا. اللي عنده إيمان وعمل صالح حياته غير شكل. لما قالوا ما أعظم بركة الصادق علينا عليه السلام، الإمام الصادق علق وقال أرأيتم كيف أن الله بارك في أموالكم وحفظها لكم،
فاستمروا على ذلك، تعاملوا ويا رب العالمين، خلي يكون عندكم ثقة مع رب العالمين، ثقة برب العالمين جل وعلا. لاحظتوا شلون الإمام عليه السلام استفاد من هذا الجو وعلمهم هذا الدرس، أن يعزز الإيمان والعمل الصالح، هذا اللي خلن الإنسان يكون حياته غير شكل ومماته غير شكل، لها خصوصية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ليش القرآن قال ساء ما يحكمون؟ هنا القرآن ليش قال ساء ما يحكمون؟ بالله عليكم لما نشوف هاي التضحيات الكبيرة اللي صارت من أجل إثبات الدين وإيصال الدين وتثقيف الناس، هاي التضحيات اللي صارت، وأكبر تضحية هي تضحية أبي عبد الله الحسين من أجل الدين، خرجت لطلب الإصلاح في دين أمة جدي. فإذا نعوذ بالله تيجي واحد يقول يا معود المهم أنت عندك عقيدة صحيحة بعد تلتزم ما تلتزم، هذا معناته وجود الدين لغو، وجود الدين ما إلف الدور، فهذا حكم سيء. يعني معناته اللي يقول اللي يلتزم بالدين والما يلتزم نفس الشيء، هل القرآن قال ساء ما يحكمون؟ حكم سيء أعزائي. فأرجوكم لا حد يخدعنا، هذه الأحاديث مثل ما نقلنا، مثل ما القرآن قال ساء ما يحكمون، سمعنا الإمام الصادق قال ما لهم لعنهم الله، بالتعليق الثاني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أنصفونا إذ أخذنا بالعمل ووضع عنهم. لحد يخدعنا بهاي الأحاديث. الله جل وعلا نعم إحنا بشر نغلط نخطأ، باب التوبة مفتوح، مو معناته بعد ادفع التوبة ويسوف التوبة والاستغفار والإصلاح. فمثل ما حياتهم حسب المثال اللي ذكرناه مميز، مماتهم أيضا. والقرآن ترى أخذ الممات مو بس الموت، سواء محياهم ومماتهم، الموت أخذ كبداية بس، بوابة للعالم الآخر، مو فقط في نفس عملية الموت، وإن كان عملية الموت هم أيضا فيها عناية للمؤمنين. أذكر لكم هاي الرواية اللي يروينا إياها الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تأملوها شلون موتة المؤمن يا أعزائي. شوفوا شلون الله جل وعلا يعامل المؤمن باللحظة الأخيرة في حالة نزع الروح، شلون موتة إلها فد عناية خاصة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أراد قبض روح المؤمن يقول لملك الموت، يقول للملك الموت انطلق وأعوانك إلى عبدي المؤمن، سمعوا الوصف، انطلق وأعوانك إلى عبدي المؤمن، فلطالما أجهد نفسه من أجلي. هذا هواية تعب لأنه أنا أشوفه، هواية تعب لأنه أنا أسمعه، دار بال على عيونه ما باوع بيها أعراض الناس، دار بال على لسانه ما حكى أي شيء، دار بال على بطنه ما نزل ببطنه حرام، دار بال على رجليه ما مشى بطريق الله ما يرضى بيه. مو نعوذ بالله، في الزمان اللي صاير الرش وشطارة، هذا لا تعب وتحمل وسمع الحكي من هذا وذاك ومع ذلك مرتشى. روح المن، روح إلى، اذهب انطلق إلى عبدي، فلطالما أجهد نفسه من أجلي فأتيني بروحه لأريحه عندي. هذا الوصف، ركزوا، روح يا ملك الموت انت وأعوانك،
جيب روح هذا العبد اللي هواية أذوه، لأنه يستحي من الله، لأنه يخاف من الله جل وعلا، هواية تعبه تعب، روح جيب لي روحه حتى أريح عندي. قول النبي الأكرم: فينطلق ملك الموت، ولكن بأي حالة يجي؟ يقول: فيأتيه بوجه حسن وثياب طاهرة ورائحة طيبة. يجي للمؤمن، الله يرزقنا إن شاء الله جميعا هذا إن شاء الله، بوجه حسن وبثياب طاهرة وبطيب، يأتي إليه يقف على الباب، لا يستأذن بوابا ولا يخترق حجابا ولا يخترق حجابا ولا يكسر بابا، ومعه من الأعوان 500، شوفوا كرامة المؤمن، 500 يحملون أطنانا من الريحان. الريحان يعني النبات اللي بيطيب من ريحان الجنة، ها، يحملون أطنانا من الريحان والحرير الأبيض والمسك الأذفر، فيقف عليه، يقوم عليه ملك الموت هاي اللحظات الأخيرة، يقول له: السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، أبشر فإن الرب يقرئك السلام، أما إنه عنك راض غير غضبان، وأبشر بروح وريحان وجنة نعيم. روح، الروح يعني ماكو هاي الهموم والضغوط اللي على نفسه كلها يرتاح منها، هذا روح. ريحان يعني شنو؟ إن شاء الله هذا الوصف يبقى ببالي وببالك، يحفزنا أن نتابع أنفسنا، لا نقشمر أنفسنا بهذه التفاسير المغلوطة لهذه الأحاديث. الروح يعني يرتاح من هاي الآلام والضغوط اللي كان تعبان بيها بالدنيا، والريحان الرواية تقول هذه خلول هي تحت ذقنه، من يشتم هاي الريحة الطيبة وهاي الريحة توصل للروحة أثناء كامل الراحة، روحه تخرج من بدنه، هو وجاي يشم هاي الرائحة الطيبة التي توضع تحت ذقنه، تخرج روحه في هذه الحالة من الراحة. لذلك آية أخرى تقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ استفهام استنكاري، شلون يتصورون هيك؟ وإلا هذول اللي ضحوا بأنفسهم، يعني معناته هم وحال هذول اللي ظلوا ونعوذ بالله يقتحمون أي معصية نفس الشيء، هذا اللي يقتحم المعاصي وشوف الذنوب، أبوه مو راضع عليه، جاره مو راضين عليه، مجتمعه مو راضين عليه، مثل هؤلاء الذين وضعوا أرواحهم بأكفهم في سبيل أن يحفظوا الكرامة والعزة. ولهذا أعزائي، لا، هؤلاء كل ما ميدان عمل يقدمون تضحية أكبر كلما كان لهم السمو الأعلى. ولهذا صار لقب مسلم بن عقيل باب الحوائج. ليش؟ لأنه قدم تضحية عالية بذلك القلب الكبير. أعزائي، الإمام الحسين عليه السلام قال للمسلم قضيتي واحدة، رسالة لأهل الكوفة: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. هاي لأهل الكوفة، ووحدة لا بينه وبين مسلم بن عقيل، قال: وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت، أن نكون أنا وأنت في درجة الشهداء،
يعني أنت راح تستشهد. في يوم اللي آلاف مؤلفة، هذا اللي يريد يبوس إيد مسلم بن عقيل، هذا اللي يريد يتمسح مسلم بن عقيل للتبرك، تلقى قلب مسلم بن عقيل هو ذاك القلب المفعم بالإيمان. ويوم اللي وحدة ماكو حتى واحد يدله على الطريق، هو نفس ذاك مسلم بن عقيل. الله جل وعلا يريد يعرف بالطاهرة طوعة، فأوقفه على باب دارها، طلب ماي وفرحت لأنه تريد تسقي واحد ماي طوعة، دفعت إليه الإناء شرب وراح يراوح في مكانه. قالت له: يا عبد الله انصرف إلى أهلك، لا يليق بك الوقوف على باب داري، أنا مرة وقت متأخر، أهل الغيرة إذا مرأت بهذا الظرف، أهل الإباء هواية صعبة هذه الحالة. فقال لها مسلم: يا أمة الله، هل لك في معروف تزديه إلي لعلي مكافئك بعد اليوم؟ أنا مسلم بن عقيل، أنا من كذبه أهل الكوفة. الله طوعة تقول: يا هالأسماء الحلوة اللي جاي أسمعها، مسلم بن عقيل، الحسين بن علي، شنو هالأسماء الحلوة؟ مرحبا بك. راحت جهزت فد غرفة حتى هو يظل بهاي الغرفة، وصارت تجي تقدم له الماي والأكل، وواقفة بخدمة مسلم بن عقيل. بوقت متأخر من الليل إجى ابنها، شاف أمه تتردد على هالحجرة هواي، لح عليها أكثر من مرة، وهي قلبها ما يطيها ما تروح بخدمة مسلم بن عقيل كل شوية، لح عليها، أخذت عليه العهود والمواثيق، فقالت له: إن ضيفنا مسلم بن عقيل، لكن يخرج الخبيث من الطيب. اجتي جابت أكل المسلم بن عقيل، شافت ما أكل شيء هناك، وإذا بها تسأله: سيدي ما أراك أكلت شيئا، شو الأكل ما أكلت منه شيء؟ قال لها: لقد رأيت عمي أمير المؤمنين في عالم الرؤيا، وقال لي: يا مسلم، عن قريب أنت صائر إلينا، شوية وجاي لينا أنت، فأحب أنه أنا بطني فارغة وأروح إلى جوار عمي أمير المؤمنين. بينما هي تكلمه وهو يكلمها، وإذا بهم يسمعون صوت الخيل والرجال قد أقبلت، عرفت أنه هذا ابنها، هذا ابنها اللي وصل الخبر، وهو يستحت من مسلم بن عقيل، ملامح الخجل والحياء بينت من طوعة. ماذا صنعت وماذا عساها أن تصنع؟ تتمنى يا ريتها رجال وتقدر تدافع عن ابن عم الحسين، لكن لا يتسنى لها ذلك، ما تسنى لها فقط أنها حملت حمائل السيف وقدمته لمسلم بن عقيل. تقل لنهض لفاك الجيش يا حيد، تقل لنهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، أنا أريدك مراجل عمك تعيد، وتخلي جثثها تأرسل بيد، يقلها: يا طاعد شجعيني، وبعم حيدر تذكريني، بعزم الله الأرد جمع اللي يجيني، ما دام صمصام بيميني. جرد سيفه وأخرجهم من الدار، لأنهم اقتحموا عليه الدار، أخرجهم من الدار. إذا تقدر هذا المنظر ارسم ببالك، مر زمان لما مسلم طلع من الدار، طوعة ترست لها طاسة ماي، قالت: أكيد خطاري هالساعة عطشان، خلي أوصل له طاسة ماي. يا مؤمنين ارسموا هذه الصورة ببالكم. طوعة لما ملأت هذا الإناء الماء، خرجت حتى تعطيه لضيفها، لأنه عطشان خرجت، وإذا بها ترى منظرا أقرح قلبها وجفنها. ماذا رأت يا مولاي يا أبا عبد الله؟
ماذا رأت يا أبا الفضل العباس؟ ماذا رأت يا علي الأكبر؟ رأت مسلم بن عقيل والدماء تسيل من وجهه على صدره، والأشرار يشعلون النار بالقصب ويلقونها على رأس الغريب. مسلم بن عقيل صاحت: يا مسلم وعظمها خجلتي فيك، صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي فيك، شبيدي وانا حرمة وحيدة ما اقدر احميك، لا يخلوني تشانفت قلبي وداويك، تشان سلمت منك يدهم سلم على حسين. قالها: يا طاعة بعد ما تحصل سلام أصي كان بهالبلد مرة ويتام، قولي لهم مسلم يبلغكم سلامة، أجرك على الله والنبي سيد الكون. الله يرعاكم. أخذوه لما وصلوا الباب قصر الإمارة، شاف أكو هناك ماء، قال لهم اسقوني. واحد من القساد قال: لا تشربه حتى ترد الحميم. واحد من القريشيين موجود عمرو بن حريث اسمه، استحى دز غلام جاب ماي ملأ الإناء وأعطاه لمسلم، أراد أن يشرب امتزج الإناء دما، ألقى ذلك الماء سكبوا له أخرى امتزج بالدم، مرة ثالثة خلى الإناء حتى يشرب وإذا بثناياه تسقط في ذلك الإناء. قال هالكلمة: الله، هالكلمة هاي؟ قال: سبحان الله، لو كان من الرزق المقسوم لشربته. شلون؟ حسن ظن بالله. الله الله، لو كان من الرزق المقسوم لشربته. يا باب الحوائج، الله يريدك تواسي الحسين بعطشك. الله كتب لك ذلك بعد أن أمروا أن يضربوا عنقه فوق سطح القصر. ارسم هذا المنظر من فوق القصر، داج وجه للحجاز، مسلم خلى ايده على صدره وقال: السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابا عبد الله، ارجع من حيث اتيت، ان القوم غدروني واسلموني. الراوي يقول: كنا جلوس مع الحسين، فجأة وقف على رجله ووضع يده على صدره وقال: وعليك السلام يا مسلم. الحسين راد يسوي تعزية على مسلم بن عقيل، التفت إلى زينب: أخي زينب، علي بحميدة ابنة مسلم. حميدة ويا الأطفال، أبوها غايب صار لفترة، اجت باب الخيمة زينب، قالت: حميدة حميدة، وفارشة إيدها زينب. اجت حميدة خلت إيدها الزغيرة بإيد زينب، بس حست بالخطر لأن يشوف العيون محبوسة بيها دموع. المنظر ارسم ببالك إن شاء الله، الله يطينا الدمع على باب الحوائج. قبضت على يدها الصغيرة: يلي عندك بني عمرها 4 سنوات. قبضت على يدها الصغيرة، جاءت بها تمر بها على أعمامها وأخوالها، شافت العيون، الله، هاي العيون حزينة، العيون محبوسة بها الدموع. أجلستها في حجر أبي عبد الله الحسين، فجأة وإذا بها تحس بيد ملؤها الدفء لأبي عبد الله مرت على رأسها. استشعرت اليتم، دارت وجهها الصغير، أدارت وجهها الصغير إلى وجه أبي عبد الله، شافت هم أكو دموع محبوسة بعيون الحسين. سألته قالت: عم أبا عبد الله، هل قتل والدي؟
هل قتل والدي؟ قال بني لما تسألين ذلك؟ قالت أبا عبد الله، عم يا حسين أراك تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس الأيتام. قال لها بني حميدة، هنا بعد ما أصور الحسين قدر يمنع دموعه، بني حميدة أنا أبوك وبناتي أخواتك. قالت عم أبا عبد الله، نعمة البنت التي تكون لها أبا، لكن يا عم يا حسين ما أسعد البنت لما يدعوها أبوها باسمها. يا البنية شايفها من أبوها يصيح لها باسمها شلون تركض؟ الله يساعد أطفال الشهداء. تقول له يا عمي ايش كثر بحلوة الليالي، يا عم ايش كثر بحلوة الليالي، عزيز وفرقته تصعب الوالي. يا عمي ايش كثر بي حلوة الليالي، الليالي والله عزيز وفرقته تصعب الوالي. على ابويا انخمش قلبي وتاه بالي، بجيتك هاي وبنجدك علي. يا عمي قل لي ابوي ويانا، من زمان ما بين علينا. انا اشوف انعمامي مدانف وحزينة، والله يمكن ابي جاتلينا. ان كنت لا تدرين ما الموت، لا حول ولا قوة الا بالله.